خلونا دلوقتي نشوف انه امبارح الحقيقه على قد فرحتنا بفوز منتخبنا على غانا، لكن كنا لسه يعني بيملأنا الحزن لوفاة فنان بكل المقاييس مش هيتعوض، محمود عبد العزيز زي ما قلت امبارح اللي أبدع في انه يصور او يمثل ويجسد الشخصية وناقضها تماما في عمل اخر بعدها، ويبدع في ده ويبدع في ده. بالامس شيعت جنازه ساحر السينما العربيه محمود عبد العزيز من مسجد الشرطه في الشيخ زايد، والموكب اتحرك بعدها بالجثمان في اتجاه الى مدافن العائله بمسقط راسه في مدينه الاسكندريه. طبعا الجثمان رافقه ابنائه محمد عبد العزيز وكريم عبد العزيز، وطبعا زوجته العزيزه الصديقه والزميله بوسي شلبي، وعدد كبير جدا الحقيقه من نجوم الفن والمجتمع والعديد من محبي الفنان الراحل رحم الله محمود عبد العزيز. نشوف مع بعض تقرير عن جنازته ونرجع مباشره نفتح مع بعض ملف المستشفيات الجامعيه. هل هي طوق النجاة حقيقي لصحة المصريين ولا بقى فيها كلام تاني بعد هذا التقرير؟ محمود عبد العزيز يعني مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي، احنا في الموقف لا يحتمل اكتر من كده. ربنا يرحمه بقدر ما اسعد الملايين طوال سنوات عمره، ربنا يرحمه. ده راجل ما شفناش منه غير كل خير، محبة لكل الناس، تواضع مع كل الناس، بساطة، يطلع من صلاة الجمعة كل اللي في جيبه يطلع على الفقراء بيستنوه، محمود عبد العزيز تحديدا عشان يعمل خير والناس تتفرج بجد قد ايه هذا الشخص المحب لبلده ولدينه والفن والجيران، يعني مش عارف ده طاقة محبة كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها بينا وللأسف فقدناها. بقول له ربنا يرحمك وبمحبة الناس ليك وبفنك الجميل الوطني اللي حبب الشباب في الوطنية وحبب الشباب في بلده وحبب الشباب في الانتماء، بقول له ربنا سبحانه وتعالى يجزيه خير على كل اللي انت عملته، وان شاء الله بإذن الله يعني يكون في أعلى 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 مراتب الجنة بإذن الله. رحمة الله على الفنان محمود عبد العزيز، كان صديقا عزيزا وكان فنانا كبيرا احترم فنه وأخلص له، فاحترمه جمهوره وقدره، وإن شاء الله سيبقى في ذاكرة السينما العربية والثقافة العربية بشكل عام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. البقاء لله يا جماعة. نقول له يا فحياتك، ربنا يصبر أهله، الله يرحمه، إن الله وإن إله راجعون. البقاء لله، البقاء لله، ربنا يصبر أهله.